موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بعدم استطاع أي جهة إبعاد القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة من المشهد. وأضاف البرهان: نقول للسياسيين نحن الذين أجهضنا المحاولة الانقلابية وليست جهات أخرى، مؤكدا لم نسمع أي حزب يتكلم عن الانتخابات أو يتكلم عن نهاية الفترة الانتقالية. شن قائد الدعم السريع محمد حمدان حميتي هجوما عنيفا على شركاء الفترة الانتقالية من المكون المدني. وأوضح حميتي أن السياسيين مشغولين بالصراع على الكراسي وتقاسم المناصب دون حل مشاكل المواطن ومعيشته، متهما شركاء الفترة الانتقالية من المدنيين بممارسة الإقصاء حتى مع الذين وقعوا معهم على الوثيقة الدستورية. طالب رئيس المجلس الأعلى للبجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تريك رئيس الحكومة بالاعتذار لشعب شرق السودان لاتهامات الحكومة المتكررة له والمشاركين في الاحتجاجات. واتهم تريك قوى اليسار التي تدعي الديمقراطية بأنها جزء من الانقلاب، وذكر أن من يقفون خلف الانقلاب هم من يسعون لضرب الشعب ويقفون ضد مصالح السودان. أعلن رئيس الكونغو الديمقراطية الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسكدي أنه سيتم استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في المستقبل القريب، وشدد على أن وجود مراقبين من أي دولة أو مؤسسة يقبلها الأطراف سيكون موضع ترحيب، في إشارة لتمسك السودان بدعم مصري لتعزيز الوساطة الإفريقية بتواجد أوروبي أممي وأمريكي. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.